من الشخصيات الجميلة والشخصيات المحببة للكل وأسلوبه الجميل وصوته الإذاعي الجميل اللي احنا بنسمعه. والمرة اللي فاتت وصلت المايك عنه تعمدا استمع إلى الأستاذ والإذاعي والشاعر أيمن البدر. السلام عليكم. عندي ثلاث دقايق. اولا شكرا لدار عافيه لكل ما بخشها بكتشف حاجه افتخر بيها اكتر. النهارده افتخرت بتسنيم ونجاحها. افتكرت ان انا اقول ان انا افتخرت بيكي، بس الطبيعي ان كل حد ده معوض عافيه فانا هقعد افتخر بيه كتير. بس تسنيم النهارده بنهنيها نجاح، انت من اروع الحاجات اللي انا سمعتها النهارده غير احمد حسن. صحيح فعلا ما اقدرش اكتب ده. ليه تفصيله بسيطه عشان ما بقاش خدت رغبتي في ثلاث دقايق. منزعلش مني يا عم. نفسي اجي المنصه دي في حد بقوه احمد حسن. انا عايز اخد الثلاث ساعات، انا اسف مع كل اللي انا سمعتهم، انا عايز اخد الثلاث ساعات بسمع احمد حسن. عايز اخد الثلاث ساعات بسمع مروان شوقي. عايز اخد الثلاث ساعات بسمع عوض سليمان. انا عمري ما شفت حد منصه عافيه استضافته قليل. ما عادش حد تالت معاكم على الكرسي قليل. احمد حسن عمر بالنسبه لي باب من الابواب اللي خلتني احب الشعر. شيرين احمد نفس الموضوع. خدت الموضوع كله يا عم احمد. قبل بس ما نجيز عوض زي ما هو قاعد من اول القعده كده مش مبسوط، وبارك للدكتوره منبرت على الدكتوراه ونقول لك والله مستنيين منك كتير زي ما الدكتور قال. الدكتوراه اول الطريق. تمام؟ كل يا ريت كلنا نسقف للدكتوره كانت قبل ما اقفل كلام. يعني كل هذا المجتمع موجود بالفخر لمن لا يعرف اسوار بقراءه عربيه بقراءه نوبيه. احنا ناس بنفخر بكل شيء مصري اولا. تمام؟ وبنفخر بكل حاجه احنا بنشارك بيها. بنفخر بصالون عافيه اللي بيضيف لنا كل يوم كان المهم بنسمعه. بنفخر بمشروع تامين صحي زي مشروع رامينو الناجح باستاذ تاج السر. بنفرح وبيزيد فخرنا بوجود موظف مهم زي استاذ دهب. لكن النهارده انت تفتكر شاب مهم جدا في المجتمع بتاعنا. احنا ازاي طول الوقت ده ما بنجريش وراك نقابلك ونسمع منك ونفتخر ان شاب من شبابنا بهذه القوة في الصحافة المصرية. فتحية دي اللي انت ضفتني النهاردة بشكل قوي. بشكر كل الناس اللي بتحضر صالون عافية لعدة اسباب. اولهم واخرهم ان عافية بلد لو عرفت منها اي حد جوه الجمعية او براها هو بيخش قلبك. فعلا قابل الناس بتاعت عافية في البلد في القرية عافية. تمام؟ هيخش قلبك زيه زي بتاع ابو سمبل، زيه زي بتاع جده، زي ناس انتو، زيه زي اي بلد تاني. سعيد بوجود كل الناس. سمعت كل اللي اتقال النهارده. عندي حاجه مهمه لاستاذ محمد. والله فعلا النهارده مش هنمشي لما اخد تليفونك واشوف الورقه اللي انت عملتها في المكتب بتاع اللي بيلغي الجوازات ده، لان في ناس كتير انا اعرفهم عايزين يعملوا الورقه دي وهم متجوزين. بشكركم واسف لو كنت طولت. وتحياتي لكل من حضر، الناس اللي راحت منها والناس اللي لسه موجوده والناس اللي هتيجي الشهر الجاي. انا عايز اقول لك انا بشكرك النهارده عشان انا دعيت لاستاذ محمد. انا بشكرك. بعد اذنك يا استاذ عوض، انا برضو من حبي في الناس دي زي ما قال الاستاذ ايمن اخويا وحبيبي اتعلمت اليومين اللي فاتوا كلمتين على فكره. اشيل السكنجيه. لا كرهت. بقالي اسبوع بيحفظوا حاجه. انا يا جماعه مش بسكنش ان انا عرفت بجد والله يعني. برضه انت نسيها برضه. يعني بقالي اسبوع بيحفظ وفي الاخر حفظ. المهم انت بتحاول يعني.